شركة سماعات هي شركة رائدة حقيقة في السعودية، سواء على مستوى الدراسات البحثية والتسويق الإلكتروني. سوت دراسة على أو استطلاع على 4000 شخص، 94% منهم سعوديين. الآن صار التركيز 33% منهم قالوا إنه إحنا نستخدم سناب شات أكثر من ساعتين باليوم. يعني صار في فعلا انتشار واسع جدا. مثل ما ذكرنا 51% منهم قالوا إنه نفضل سناب شات على انستغرام، بينما اللي قالوا نفضل انستغرام على سناب شات 21%. اعمارهم الفئة الكبيرة اللي هي كانت بين 15 و21 سنة اللي هم 44%. فهذا بيعطينا تصور لانتشار سناب شات وايش هي الشريحة المستهدفة، خصوصا انه الان بدأت الناس تفكر انه كيف اسوق عن طريق سناب شات. فانت لازم تكون يعني رسالتك الى تارجت فئة مستهدفة بعينها، تعرف جمهورك بالضبط. هو طبعا السناب شات الحقيقة شيء لازم نتوقف عنه عنده ونشوف كيف ممكن نحن نحسن استخدامه بأكثر من طريقة. ما شاء الله الشباب الموجودين هنا كلهم عندهم حسابات وكل واحد يستخدمها. أنا أتابعكم صراحة بأسلوب مفيد، في حين كثير من الناس ينتقد سناب شات ويقول إنه فيه استخدامات لا تليق. نعم، أنت على حسب من تتابع، لكن هل في فائدة وهل في نفع؟ في فائدة وفي نفع، لكن نحتاج ان احنا نوقف مع وقفة بعد كذا ممكن ندردش ايش ممكن الحسابات المميزة كلامك سليم. اتوقع هذا ينطبق على اي تطبيق واي برنامج واي خدمة، والتلفزيون والرادو. لازم يكون في الواحد انه هم يقولون وعي من عنده قبل انه كيف هذا تستخدم. بس اللي حمس ابو فراس وكلامك موصول لسعود، اللي حمس الناس يعني للاسف انها يعني تنهج نهج سيء في استخدام سناب شات، هي انه فكرته انه انت حتصور شيء حينحذف سريعا، فصار ياخذ الناس ظنت انه يعني ما حد حيشوف.